تابعت سجن النساء، هو كان حقيقة بيكلم عن قضايا مهمة قوي، وكان كل واحدة في السجن ليها حكاية مختلفة عن التانية. حسيت ان في ظلم كتير قوي قوي، وفي ناس كتيرة فعلا ورا السجون يعني مظلومة فعلا. تابعت في رمضان مسلسل ابن حلال، تمام، وبقول لحضرتك كان بيلمس الواقع في بعض الحاجات، واللي هو عن نبذ الظلم في المجتمع. حاليا انا مش شايف ان المسلسل بيقدم الواقع بتاعنا قوي، انا شايف ان هو يعني بيقدم فتره فاتت وان شاء الله مش هترجع تاني. دلوقتي بتسمعي ناس كتير قوي بتحصل جرائم قتل اخ لاخته او اب لاولاده بسبب الفقره وبسبب الفلوس، فهو المسلسل اتعرض للموضوع ده قوي، فحاسه عشان كده ان هو بيحكي الواقع. يعني فتحت ايه اللي نقراه؟ احنا مش داخلين نخطب لمنصف، احنا داخلين نقتل، ومش اي قتل، داخلين نقتل ابونا. الواقع الاجتماعي اللي احنا عايشينه اهم ما فيه الظلم، يعني واحد ما عملش حاجه فلبسوه جريمه، وانا بنقص حياه واحده فلبسوني جريمه ووصلتني لحبل المجنقه، فين العدل؟ وما بالهم بس في حته بقى ايه، ان مثلا واحد عمل له بقى حواليه رباطيه بلطجيه وفي مواجهه الشرطه والبلد، مفيش واحد هيقدر يعمل الحاجات دي كلها. بيوري لك المشاكل اللي بتحصل في المجتمع، ايه اللي بيحصل والاجرام ده بيجي ازاي. طبعا قصص، كل حاجه ليها قصه، بنات الليل ايه اللي بيحصل لهم، الحياه الاجتماعيه اللي هي البسيطه بردك ايه المشاكل اللي فيها. حاجه صح ان المشكله تتعرض زي ما هي، لان المشاكل دي مش هنكذب على نفسنا، بتبقى موجوده في الواقع، بنلاقيها في الاخبار، بنلاقيها في الجرايد، بنلاقيها في كل مكان. دي حاجه كويسه عشان نحط ايدينا على المشكله، عشان غيرنا ما يقعش في الاخطاء دي. محمود يعرف العيب ولا عمره شافه؟ سيبني قال له ده ما عمل فيا. اتكلمت انا، امسكوا كويس يا عمر، دي اخر تربيت فيك يا ابن الكلب. انا عندي اعتراضات على العنف، بيساعد الناس ان هي تفكر بطريقه مش كويسه. كان في لمسات كتير قوي من الواقع والشخصيات، بس هي في شخصيات كانت اوفر شويه، بس معظم الشخصيات كانت مقنعه. كان بيشرح ظروف العائلات الكبيره ولما هي بتفلس وبعد كده بتقع. اللي عادل امام عمله يعني مبسط الدنيا للناس خالص، يعني مبسط الدنيا بالنسبه للشباب اللي طالع، وبالنسبه للناس، وبالنسبه للمنطقه الشعبيه اللي هو صور فيها. برضو في حاجه كويسه عجبتني برضو مفتقدينها في الوقت ده، ان هو لامم ولاده واحفاده معايا، دي برضو حاجه افتقدنا برضو العيله، ان كل واحد مثلا بيتجوز بيسيب اهله ابوه وامه، هو كاب وام لم ولادهم حواليهم باحفادهم، دي حاجه كويسه احنا مفتقدينها في الوقت ده. عجبني طريقه طرحه للمشاكل اللي هي زي الالتراس وكده، طرحت في سياق الدراما. برضه في مشكله الجيل اللي هو لسه طالع الصغير قوي ده، اللي لسانه طويل شويه، اللي هو بيتكلم مع جيل كبير باسلوب مختلف، او ليهم طريقه حياه مختلفه، فعايز يحاول يقرب فكره الاجيال. اللي انا استفدته من المسلسل هو يعني الحب بتاع الابناء يعني حواليه، اللي هو بيخلي الاولاد كلها يعني حتى الاخوات ما يبعدوش عن بعض. المسلسل صاحب السعاده قريب من 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 اللي هي الفاميلي العائليات بتاعتنا، وقريب من طبيعتنا، يعني ما بحسش فيه بعشوائيه. في ناس بتحب الكوميدي البسيط، تعرف تستقبله حسب النوعيه اللي بيتفرج. يعني الشعب المصري طبيعته كوميدي، فهو ده الطريقه المناسبه ان يدخله اي موضوع او يناقش معاه اي موضوع. رجعنا لكم، وعايز بقى رايكم في الكلام اللي اتقال، وهل ده ممكن يفيدك وانت بتكتب السنه الجايه؟ راي الجمهور اللي انت سمعته ده، هل ده جايد ليك السنه؟ جايد يعني مرشد. هو انا لفت نظري في التقرير اللي انا اتفرجت عليه، انه في حاله من الاداء الكاذب في كلام الناس، في حاله تصوير، بمعنى انه الناس بتتكلم وهي مش حاسه. في علامات للكذب.
يعني بمعنى انه لما يجي حد يكذب يعني بيقول رايه قصاد الكاميرا غير الراي اللي هيقوله من ورا الكاميرا. بالظبط المصريين محترفين. بيتكلموا في مسلسلك يا راجل بصرف النظر بصرف النظر. لكن ايه لكن انا الصدق بحسه تمام. بمعنى انه لما بيبقى بيتكلم وعينه رايحه جايه هو بيدور على الكلام. لا رهبه صدقني اوقات بتبقى رهبه. ما هو الرهبه بتدفعك الى الكذب مش دايما. طب دائما يعني انت شايف ان الكلام اللي بيقولوه ده من ورا القلب. بالظبط تمام. بالظبط هو فعلا من ورا القلب. لا 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 مش دي النقطه. مش دي النقطه. بمعنى انه اعتقد ان التقرير اختار عينه ما دققش. ده ابتدى يضرب في السي بي سي ده انت البوق قوي كده ليه؟ يضرب في السي بي سي دي مترجمه مش عارف ايه. مفتروش على فكره ده حرام بتعذبه لما يختار يسالنا انا خالص ده يعني حرام. ده ممكن يقولوا ممكن نسجل معاك ناخد رايك فكره فممكن واحد يقول لا واحد يقول حد يسخف. فبالعكس انا اشتغلت اصل تقارير فانا عارفه اللي انت وانت بتحس. طب انت يا محمد رايك في الكلام ده؟ لا انا رايي في الكلام ده ورايي في الكلام عموما انا بحب اسمع كل حاجه عكس ما في ناس بتبقى فاكره يعني انا بحب اسمع كل حاجه. وانت ببصلتك الشخصيه بتقدر تحدد ايه اللي انت هتستفاد منه وايه اللي انت مش هتستفاد منه. تمام. في نفس اللحظه اللي ممكن مقال علا لما نزل استاذ علا انا اسف لما نزل على انها حاسه ببعض الايقاع بدا يبطا كان في ناس تانية مش شايفه خالص ده وناس شايفه لا ان ما زالت مستمتعه والاحداث شيقه وسريعه وتمام تمام. ما انا ممكن ما اهتمش بالراي ده بس احيانا انت البوصله كل المفروض انت لو عايز تطور نفسك لو عايز تطور نفسك لو عندك طموح ان انت ما توقفش عند حته معينه ان انت يبقى في بوصله. اي راي يتقال لك الوحش والحلو والحلو الحلو كتير انا اوقات بشوف ان الحلو كتير مضر طبعا اكيد الحلو كتير يعني. الله 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 ده مضر جدا يعني ان اوقات البوصله بتاعتك الشخصيه الراي ده فيه وجهه حتى لو انا مش مقتنع بيه دلوقتي بس كذا السنه اللي فاتت. وده اكتر حاجه حصلت من فرق بين نيران صديقه وما بقولش ان انا لو رجعت هكتب نيران صديقه هغير بس فهم اللي حاصل كل واحد ابن لحظته. انا مثلا انا بحب اللعب في السرد انا بشكل شخصي كل ما كتبته بحب اللعب في السرد السرد الزمني وده ونيران صديقه كان اهم حاجه فيه بس في كتير وقفوا قصاد نيران صديقه قالوا لي كنا الجمهور الاخر يعني غير الجمهور اللي هو جذب نيران صديقه احنا وقفنا قصاد تعبنا ما عرفناش كنا بنتشدد اتلخبطنا بنروح والجاي ما لا هو نيران كده بس لا وقفت واجهها تمام. طب ليه التجربه الاخرى تعالى اجرب بقى ازاي اعمل نفس اللي انا بحب اعمله بس من غير ما الحاجه اللي بتضايقهم. امبارح الاستاذ طارق الشناوي كان هنا وحاجه وقعه شهيره يعني ان انا كنت بقول لهم يعني مش اي عمل مش لازم ينجح دلوقتي ممكن ينجح بعدين في حاجه بين السماء والارض. كنت بحكي له بدي مثل على بين السماء والارض فهو قال لي ان صلاح ابو سيف راح كان بيحب يتفرج مع الجمهور فبيلبس بدله وكرافته تعرف بقى الناس زمان فراح السينما الناس اتخنقت من الفيلم فهو خارج واحد مسكه من كرافته قال له انت خنقتنا كان هيموت الراجل. الفيلم اللي اصبح من كلاسيكيات السينما بعد كده في تجربه تلفزيونيه مهمه قوي حديث صباح المساء. حديث صباح المساء العرض الاول ما نجحش ما نجحش النجاح انت اكيد عارف يعني النجاح الاول طبعا ده كان نازل مع ايه ده كان نازل مع الحاج متولي بالظبط اللي هو يعني كسر الدنيا كسر مش عارفين ما فيش انا العرض الثاني للحديث صباح المساء قلب الدنيا قلب الدنيا ما ده عشان كده انا بقول للناس يعني اللحظه زي حضرتك على حاجه مهمه ان الناس لا شافت كل المسلسلات كل الحلقات ولا شافت يعني مفيش مسلسل ناس شافت كل حلقاته نادرا يعني فده برضو يعني رؤيه اخرى يعني متعجله لاعمال دراميه الناس تعبت فيها على مدار سنه كامله عشان تقدمها بالشكل ده. هو طبعا الوجبه دسمه يعني يمكن اكتر من اللازم يعني في عدد المسلسلات مش منطقي وانت لو عملت عينه عشوائيه من 10 اشخاص في الشارع هتلاقي كل واحد بيشوف مسلسل غير الثاني يعني. بالظبط. والفكره الثانيه ان احنا يعني حضرتك كنت بتتكلم ازاي احنا ممكن ناخد يعني ارهاصات من الكلام اللي هو بيقوله ده ينفعنا السنين الجايه. الحقيقه هو الواحد الاول لازم يحدد جمهوره مين يعني مش كل الناس جمهورها واحد يعني مش كل المسلسلات بيشوفها كل جمهور يعني بره في عارفين ان في جمهور للمسلسلات الاكشن في جمهور للمسلسلات الدراما في مسلسلات الكوميدي للدراما دي يعني كل بتتوجه جمهور لجمهورك بالظبط. فيعني صعب جدا ان انت تنزل مثلا تعمل مسلسل كله كلاسيك وفي فكر وفي منطق دسم قوي وتنزل منطقه شعبيه ممكن ما يبقاش
نفس المردود نفس المردود. فمحتاجين الاول كل حد يحدد ايه جمهوره ويبتدي ان هو ياخد الفيدباك من الجمهور ده وبعدين بعد كده يبتدي ان هو الفيدباك يا جماعه يعني رد الفعل بمناسبه الكلام اللي بتقوله ده لان ده كلام مهم مش وليد اللحظه ده وليد طول عمره ان استاذ اسامه كان معروف لو العمل جماهيري بيروح لاستاذ اسماعيل عبد الحافظ لو العمل فيه فكر معين بيروح لاستاذ محمد فاضل لان ده ليه جمهور وده مش معنى كده ان ده ما بينجحش بجد برافو عليك يا ملحوظه لا يا ملحوظه فعلا مهمه انا يعني ما وكان فرق ما بين الاعمال اللي تلاقيها بوبلر يعني جماهيريه جدا الحلمية شهد والدموع كده وما بين عمل في احمد فكر انا وانت بابا مش متجوز في اول عرض تم مهاجمته من قبل كل نقاط سامي السلموني نفسه تاني عرض كتب اعتذار لان هو كان شايف ان هو غلط ودي حاجه طبعا انتوا استحاله تعملوا حاليا مفيش حد بيعمل لا سامي السلموني ده صوره ظاهره وحاله عارف انا اعتذرت لمين انت ممكن يعني عارف سويت تطابق انا اعتذرت لمحمد سعد عشان انا عندي الشجاعه قلت له ده على الهواء انا من الناس اللي قعدت فتره يعني انا الليمبي ده من فيلم وقعت في غرامه اول فيلم عمله وبعدين بعد كده يا عم كفايه بقى يا عم اخرج بقى انت ممثل كبير وبعدين يعني طب ما انقل نفسي من وجهه النظر الثانيه هو الراجل شايف في المنطقه دي ايه ممكن انا اشوفه في ناس بتضحك وبتحب الحاله اللي هو بيعملها فنقلت نفسي الحاله دي ان انا ابقى زي ما انت قلت متعه التلقي مش لازم ابقى قاعده ماسك الورقه والقلم وعامله كده طول الوقت فانا عايزه اقول لك ان انا قطاطه مثلا الاخير الاخير انا المسلسل يعني شابول سامح وكل الناس اللي كتبت والازياء والديكور تحيه لسامح انا حقيقي سامح لان هو دمه خفيف وعنده الاحساس الكوميدي زي الفيلم الله يرحمه الفيلم الاخير مع محمد سعد انا سامح بعزيز حقيقي بوجه له تحيه لانه يعني رجعني انا رجعني اضحك انا ده رجعني اضحك انا شفت يعني انا قطاطه يعني طب ناخد تليفون ناخد تليفونات مين معانا منى الو السلام عليكم عليكم السلام يا منى اهلا وسهلا يعني اترك فرصه للمشاهدين احنا اللي شفنا التمثيليات احنا اللي نتكلم بقى طب احنا اهلا وسهلا ده احنا الحاجات دي كلها بتتعمل عشان انتوا تتكلموا واحنا نسكت احنا نقول راينا اتفضلي يا فندم هو بصراحه اغلب المسلسلات جميله جدا والممثلين بصراحه اكنهم كانوا جعانين تمثيل مثلوا باداء يا سلام على التعبير الرائع يا منى والله جعانين تمثيل فعلا تمثيلهم كلهم جميل مسلسل سبع وصايا حلو قوي مسلسل ابن حلال انا ليا كلمه بس عايزه اقولها المسلسل ده فيه جزء منه اكنه منقول من صفحه الحوادث والمقتل بنت ليلى غفران بالظبط نفس الاحداث يعني انا بسترجع نفس الحوادث دي ونفس الولد لما عمل الجريمه وهو طالع هي بالظبط اكنها صفحه الحوادث اتنقلت هل ده كان له تاثير ايجابي في استقبالك ولا تاثير سلبي أنا مش هعيش الناس لازم اعيش الناس بافكار يعني ارقي بيها وارقي بسلوكها وارقي بقيم في الناس انما مش هجيب حادثه واقعد اذيب وعيد فيها وقتل ودبح ما احنا عشنا الجزء ده وشفناه بالإضافة إنه هو ركب على القاتل اللي هو النقاش فركب عليه شخصية من أسرة سعودية أنا استغربت جدا نفس الأسرة دي بالضبط في قصة الكفن للكاتب يحيى الحسيني وهو عامل إنذار للكاتب ضد حسان دهشان من مكتب حسام لطفي لأن بالضبط هي أسرة سعودية أم وابنها وبنتها وحتى واحد كان صاحبه في المدرسة بس ما كانش كويس بن آدم شخص صايع وبلطجي وأخلاق وحشة قوي واسمه سيد صرصار يعني في قصة العلامة للكاتب يحيى الحسيني العلامة دي أصدرها في يعني الكفن من مجموعة قصية اسمها العلامة أصدرت سنة 2009 احنا معانا طبعا الاستاذ حسان المؤلف هو اللي يقدر يرد على حضرتك في هذا الكلام انا مش هرد طبعا المساله قضيه مرفوعه قدام ده حقيقه يعني هي بتتكلم عن حاجه واقعيه على قضيه مرفوعه قدام القضاء في الاستاذ انا مش من ناسي اسمه بيتهمني بان انا سارق القصه ما اعرفش الاستاذ هيتمت له بصله ايه بس على العموم الموضوع منشور في هو ماده التشابه ما بيني وما بينه ان انا عندي شخصيه اسمها سيد صرصار وهو عنده شخصيه اسمها سيد صرصار وان العالم عنده هو مدرس امه بتربيه بدون اب وبيطلع وامه سعوديه لكن طبعا العوالم مختلفه تماما ده طول الوقت موجود فكره صرصار دي مهم ان انا اوضحها
ان في برشام اسمه برشام الصراصير. طبعا طبعا طبعا. فالواد من كتر ما بياخد البرشام وبرشام الصراصير ده مزاج غريب جدا لانه اللي بياخده بيحس ان في صراصير ماشيه على جسمه مش عارف ايه المتعه فيه. فاسمه متداول يعني. ففكره ايه؟ ففكره لما يتقال ايه يقول لك ايه فلان بيصرصر. فلان من كتر ما يشرب بيصرصر يعني بيرغي كتير بس لا بالثاء بالصاد من الثاء. فمن كتر ما بياخد البرشام يتقال عليه صرصار. بيصرصر يبقى صرصار. ففكره سيد صرصار محمد صرصار عبد العزيز صرصار التشابه ده تخيل انه بالظبط هو جاء وهو مستند في قضيته على اسم سيد صرصار موجود هنا وان الاسره دي اسره صعيديه طبعا فكره المتشابهين الصغيرين دول. طب ناخد تليفون من دبي عشان التكلفه فضل. بس وبعد كده معانا وليد من دبي. استاذ وليد الو السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ وليد. انا اتفرجت على امبراطوريه ميز وكان عاجبني كتير ومكانش في اي مشكله لان انا كنت متابعه كويس قوي بس كان في حاجه غريبه اتفرجت على في حاجه في مقابلتين لعمرو مصطفى ولمرتضى منصور بيقولوا ان اثناء عرض المسلسل الفنانه هند صبري قالت ان مصر زباله. انا اتفرجت على المسلسل كامل ودلوقتي عدت برجع بعيد بتفرج عليه مره ثانيه علشان اطلع الجمله بس مش لاقيها. صوتي واضح؟ ايوه مظبوط مع حضرتك سمع حضرتك كويس. حضرتك انت اللي حافظه المسلسل. انا حافظه اللي كاتباه. تمام. هو كان اللي حصل ان كان استاذ عمرو مصطفى شكرا يا وليد متشكرين الفاتوره بس مستشار مرتضى منصور اظن قالوا ان هند صبري تونسيه فمش من حقها ان هي تمثل دور واحده مصريه بتقول على مصر ان مصر بلد زباله. طبعا ما فيش ولا مره في المسلسل ورد جمله بتقول ان مصر بلد زباله ولا ان شخصيه عمرنا ما اعتبرنا هند صبري تونسيه ولا يعني الحاجات دي يعني حتى لو خرجنا بره ده اميره شخصيه ثوريه وجايه متحمسه جدا لبلدها واي حد بيقول لها ان في اي حاجه غلط في البلد بتقول لا البلد دي كويسه وهتتصلح وكل حاجه تمام فمستحيل يعني ان هي هتقول اصلا هو يمكن ان مصر بلد زباله بين زافر ومحمد شاهين. لا هو مشهد سجودها في المطار وان هي وقفت وعلى قرطها كان لا كان عقد سجاره عقد سجاره اللي هو يعني قد يكون مش غلطه المطار غلطه واحد نازل لا لا وايه يعني المشكله وغلطه المطار يعني الموضوع كله تحول لهند صبري تونسيه مش من حقها انها تقول وده بالنسبه لي كانت وجهه نظر غريبه جدا. اتفضلي. انا نفسي كل واحد يعمل شغله بس اللي بيلحن يلحن راجل ما هي مشكله هي المشكله الحقيقه ان احنا في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا كل واحد بيقول الخلط الغريب اللي حصل والمحللين الاستراتيجيين والخبراء السياسيين وانا كلمه قلتها المصريين بيفهموا في الدين اكتر من رجال الدين وبيفهموا في السياسه اكتر من اللي بيحللوا السياسه كلهم في الفضائيات فمن غير ما حد بيصدقنا يعني. بس برضه يا استاذ دكتور مدحت مؤخرا يعني الاعلاميين بقوا بيساهموا في جزء من ده طبعا في برنامج دون ذكر اسمه تخصص في مهاجمتنا جميعا كل يوم حلقه انا خدت لي ثلاث حلقات بس كل يوم حلقه كل ما سابش حد فينا ما هاجموش ويطلبك عايزك تيجي عشان تسخن مش عشان تحل يا ريت يا ريت الكونسيبت يعني يا ريت المنطق انت بتحلل وبتقول وبتحلل عشان نوصل لسجال عشان نوصل في سجال طبيعي عشان نوصل لحل في الاخر او نوضح هو جاي عشان يسخن الحلقه هو عايزك عشان يسخن ولما ترفض لا ده انا هسخن اكتر عشان يبتزك عشان تيجي شيء غريب كان بيحصل. انا موافق انا هقول لك انا عبد الحليم بس في المكان معانا عبد الحليم يا استاذ عبد الحليم هيبقى يخصنا دكتور مدحت. اهلا وسهلا معلش اسفين قعدناك كتير على التليفون. لا انا استنى حضرتك السنه الجايه. اهلا وسهلا تحت امرك استاذ عبد الحليم اتفضل. مساء الخير على حضرتك وعلى ضيوفك الاول. بالنسبه لاستاذ حسان استاذ حسان انا بحكم ان انا موجود مولود في اوضه الفرج اقدر اقول المسلسل فعلا منقول فوتوكوبي تقريبا بس ده ما يمنعش ان هو حر كمؤلف ان هو ينقل من الواقع اللي احنا محتاجين ان احنا نصلحه. تمام؟ تمام. بالنسبه للدكتوره امبراطوريه مين مسلسل المسلسلات اللذيذه اللي بتتم بالاسره الحاجات اللي احنا محتاجينها تهد الجو في بلدنا. تمام. دي المسلسلات اللي احنا محتاجينها فعلا. تمام. انا بتصل خصوصا عشان خاطر الوصايا السبعه. تمام. محمد امين راضي. حب انا استاذ. عندي تعليق بس هو ابتدى. اتفضل. حسسنا ان هو راجل صوفي. انه ايه؟ ان هو راجل صوفي او بيتكلم في المنطقه. راجل صوفي. اوكي. بدايه التتر للاغنيه بعد كده
على لسان البطلة أو مع البطلة كتاب الرسائل لمحي الدين ابن العربي. فجأة نلاقي إن الممثلة اللي بتأدي الشخصية من المفروض إن هي بتقرأ لمحي الدين ابن العربي نكتشف إن هي نصابة بتلعب بالعيلة دي عشان خاطر توصل لأهدافها اللي هي الفلوس. اللي هو دور الفنانة سوسن بدر. اه الأستاذة سوسن بدر طبعا. انا مش عايز اذكر اسماء عشان ما يبقاش لا يعني لا ده دور الفنانة اللي عملته ده اتعرض للناس يعني. لا الأستاذة سوسن بدر انا من عشاقها وهي عملت دور بجدع جدا يعني بعيد عن التمثيل. التمثيل كان هايل جدا. ما هي الملحوظة بس انا مش فاهم هل هو يرد عليك بقى الأستاذ محمد امين راضي ومعانا اهو. طب هل هو يقصد ان هو يهين الصوفية بصورة الشخصية دي ام ان هو كان مشي على في الخط ده واتقطع منه وما لحقش يكمل لان هو بحكم ان هو راجل مؤلف فحقيقة الخيال في الخيال حقيقة فهو كان عايز يمزج الخيال بالواقع فعمل ايه مش فاهم. تفضل هرد عليك استاذ محمد امين راضي. تفضل استاذ محمد. سيب الناس تقول رايها. شكرا يا استاذ عبد الحليم. لا انا سبته خالص. انا لا ما اقصدش انا اقصد اقول لك لا بس انا توقعت ان هو السؤال ليا. لا معلش انا اقصد اقول لك ان يعني كل واحد بيبقى انت بتقعد تتفرج المتلقي يعني له ثقافات وله قناعات و فممكن يعني لا خالص والله. اتفضل اتفضل. هو الطرق يعني المنطلق اللي هو بينطلق منه هو منطلق مش حقيقي. تمام. انا اللي هو ان انت صوفي. مسلسل ملوش المسلسل مش صوفي. في فرق ما بين المسلسل صوفي. تمام. وفرق يعني ايه مسلسل صوفي؟ يعني مسلسل بيناقش الافكار الصوفيه. افكار الصوفيه او شخصيه صوفيه زي ابن الفارض او كذا. ده يبقى مسلسل صوفي. تمام. مسلسل في خلفيه صوفيه ده حاجه تانية خالص. تمام. هو بيقول ان التتر التتر اغنيه ده كان اشاره ان المسلسل صوفي. ده مش حقيقي خالص. ده بالعكس التتر بالذات شعر صوفي. لكن الموسيقى دي روك. روك ده اكبر دليل على ان احنا بنقول ان في مفارقه. في مفارقه للمزج بين النوعين ده ما بين كلام لا يناسب نوع الموسيقى. المزيكا. ده معناه ايه؟ معناه ان خد بالك ان اللي جوه ملوش مش هيحصل فيه هذا المفارقه. فده اولا هو مش مسلسل صوفي. اتنين مين قال ان هي ما كانتش بتقرا محي بن العربي بس؟ لا هي قرت بعد كده كمان كانت ماسكه المجموعه الكامله استاذ يحيى طاهر. تمام. فهي قارئه. هي شخص مثقف. هو ده الفرق. تمام. انها شخص مثقف. مين قال ان الشخص المثقف ما يكونش عنده ميول نصب؟ خالص. تمام. هي شخص مثقف حصلت قصادها فكره فيها بالعكس. ده النصابين اللي بيسرقوا الاعمال الفنيه الرسم والحاجات كلهم بيبقوا مثقفين وفاهم قيمه كل الرسامين. هي يعني. الممثله دي ست واعيه مثقفة شافت قصادها حكاية بتتحكي فيها جزء من الخيال أو الغرائبية. استغلت الغرائبية دي في أنها تخدع السجن. بدأت الموضوع عجبها وبدأت تشوف أنه هو مجدي. استغلت الغرائبية دي أنها تكبر الفكرة فتطلع تعمل ضريح وهمي. أنا مش شايف أن ده لي أي علاقة بالصوفية بحاجة. تمام. لو الصوفيين زعلانين عشان في ضريح وهمي فالصوفيين نفسهم عارفين ان في مئات الأضرحة غير طبعاً. منسوبة غير معلومة الهوية في مصر. تمام. هل انا الست أضرحة الاخرين هل كان في اي نوع من انواع الهجوم عليهم او الاساءة عليهم؟ بالعكس انا كنت اقول لك ان انت عندك حتى الحس ده هو موجود حس شعبي يعني. بالظبط. انت بتروح وتتبرك وبتروح وبتزور. هم متضايقين عشان الشخصيات سيئة. من قشر. تمام. مين قال ان الاشتراك في الفعل لا ينسبك لنفس الخيانة؟ مش معنى ان انا الصوفيين بيروحوا للأضرحة مش معنى ان اي حد بيروح للأضرحة صوفي. لا ده في ضريح شهير جدا جدا في اسكندرية ذكره لورنس داريل في رباعات اسكندرية لراجل اصلا شاذ وخواجة ومات والناس عملت له ضريح مش عارفة ده مين اصلا. فالراجل ذكره لغاية ما اشهر جمله كلنا بنقولها في مصر جمله احنا دفنينه سوا. هي دي جايه منين؟ ما هو اتنين دفنوا حمار وعملوا عليه مقام وواحد منهم صدق راح التاني قال له احنا دفنينه سوا. انا مش شايف ان المسلسل ليه علاقه بالصوفيه. خلفيته صوفيه طبعا خلفيته. ودي ودي حاجه ما طبعا بناخد ميرفت وبعدين نرجع لحضرتك. ميرفت يا ميرفت. ايوه انت اتفضلي يا فندم. اهلا وسهلا. الاول هي حاجه حلوه طبعا ان احنا يبقى عندنا فرصه ان احنا نقول راينا اللي بيحصل يعني في المسلسلات كلها. اتفضلي يا فندم. فكره جميله جدا.
انا بس عايزه اقول حاجه، احنا دايما لما بنيجي نعرض المسلسلات بنعرض الحاجه اللي حصلت الوحش ده مش وحش، بس يعني بقول ليه دايما ما نبصش على الحاجات اللي احنا ممكن نغيرها، يعني نبقى برو اكتف ان احنا نعمل ايه مسلسل حاجات حصلت وحشه بس اهو الحل، يعني نقدر نساعد بعض بدل ما احنا على طول بنعرض الحاجات الوحشه بعد كده الناس تزعل، طب انت بتعرضي الوحش، طب بتعرضي الحلو، بتعرضي طب ما نعرض حلول، يمكن ممكن حد يقول لا طبعا مش هنعمل، بس ممكن ممكن ده يقول ده هنعمل وده هنعمل، فممكن بعد كده كلنا نقدر نعمل حلول احنا شفناها في التلفزيون، فكده نفس الوقت تبقى الحاجه يعني هدافه، يعني في غلطات وطبعا الشعب كله واحنا مرينا بازمه جامده جدا، بس لما نلاقي حلول ممكن كلنا نقدر يعني نخطي يعني المرحله اللي جايه احسن، بدل ما احنا على طول بنتفرج على اللي حصل، طب احنا كلنا عايشناه ما احنا فاكرينه. وصلت يا ميرفت، متشكرين وهيردوا عليك، بس معانا وليد تاني فلوسه كتير من دبي عايز يسالكوا سؤال. وليد معلش انا قفلت، السلام عليكم. لا اتفضل يا وليد، اهلا وسهلا. انا قفلت قبل بس بس السؤال التاني، ازاي مسلسل بيتكلم على احداث مصريه 100% زي امبراطوريه مين ويتباع على قناه الام بي سي بث حصري بكميه اعلانات مهوله، و يعني المنطقي ان القنوات المصريه هي اللي تقوم بانتاج المسلسلات اللي بتتكلم عن مصر وتدخل القنوات بره مش العكس. وشكرا. شكرا جزيلا. معلش السؤال ايه يا انت؟ السؤال هو بيقول ان ازاي مسلسل امبراطوريه مين عن بيتكلم عن مصر بالشكل كامل ويتم عرضه على قناة ام بي سي مصر. هو اولا تم عرضه على انا بقى طارق جنان يا اخويا رد بالنيابة عنه. اولا تم اولا ده منطق مش صح طبعا خالص، منطق خالص، تسويق ده قصة كبيرة خالص، يعني خالص مش بايدنا خالص ولا بايد اي حد، بس هو برضه عرض على ام بي سي مصر. هو حريم السلطان بيتكلم على ايه؟ على مصر، على تركيا. فهو على تركيا بس نرد على السؤال اللي كلنا نحب، يعني وجهه نظري احنا كلنا نحب نرد على السؤال ده. انا شايف ان الفن ما بيقدمش حلول، كلام الاعلام هو اللي بيقدم حلول، الاعلام المسؤولين بيقدموا المسؤولين حلول يعني لو في مشكله فانا بتكلم على الخطوات. الاعلام احنا دورنا ان احنا حتى لو ما عملناش عرض مشكله، انا مش مؤمن بالفن اللي من النوع ده دايما يعني، بس لو في مشكله تم التعرض ليها في عمل فني هو فقط من اجل التعرض. الحل مش دور الفنان، الحل دور اخرين، اعلاميين، علماء اجتماع، المسؤولين. هو دايما اللي هي قالته مدام ميرفت ده سؤال مطروح طول الوقت. وايه يعني هو الحل اللي هو المطلوب؟ يعني مثلا هذا المسلسل يتكلم عن الظلم، فالحل بتاعه بطلوا ظلم، يعني يعني المطلوب مننا يعني يعني بنتكلم عن القمامة بطلوا ظلم مؤشر، يعني ايه اللي اتفضلي ان حمد كان بيتكلم على الاعلاميين. يعني بما ان انا موجوده وفي الاخر هم زملاء فانا لازم وانا اعتبرين لا ما على الاعلاميين كلهم لا انت بتقول على حالات محدده. بالعكس انا معاك بالمناسبه، انا مش ضد اللي انت طرحته، عشان كده انا بقول لك ان يعني جوه كل مهنه هناك من يخربها. فانا اقصد ان الاعلام دوره المفروض يكون دوره الاستناره، انك انت التنوير، انت هنا بتقود المجتمع مش بتقدر ترجع له مباشر قوي جدا. ومش دور ابدا الاعلام انه يعمل كمائن. انا بشوف يعني ممكن يبقى ناس بتحب الطريقه دي بس ما ينفعش، ان كمان الفن انت بقى بالعكس مجتمعك لو انت بتبص صح محتاج الفن دلوقتي. الفن وكل ما هو يطلق عليه القوى الناعمه هو اللي بيقود هنا، فلازم يكون على قدر المسؤوليه كل من بيكتب كلمه وكل من بيطلع الشاشه طبعا. يعني انت هنا طول الوقت حريص انت تقول ان البني ادمين حر، ده ارساء لمنطق الحريه. فانت بتعلم الحريه حتى فكره انك تحترمني وتختلف معايا. ممكن ابقى شايفه حاجه عن محمد انا مختلفه معاه في نقطه هو محترمها خلاص، هي ده المفروض. ده اللي هو المبدا الانساني الاصيل. لكن فكره ان انا اهيج الناس على الدراما او على الفن بشكل عام وانه يروج للموبقات وانه يا جماعه بصوا انتوا عايشين فين، يا جماعه بصوا الجورنال احنا بقينا نقرا حوادث شكلها عامله ازاي بالزبط. وزي ما قال محمد ده دور علماء اجتماع اللي هم بدل ما يقعدوا يعملوا اجتماعات في القاعات المكيفه اللطيفه جدا يتكلموا على الدراما الايال وحشه ازاي بتعمل كده فينا، لا انزلوا بقى واشتغلوا. انا اتحداك، انا بشوف علماء اجتماع بنسبه كبيره جدا وببقى مهتمه ما يكون حد عالم اجتماع ضيف في برنامج في انفصال وهو فظيع، هو واقف عند نظريات بعينها وليس له يعني فاكر انت كده الدكتور عويس ما كان بيشوف الحاجات اللي مكتوبه دكتور سيد عويس دكتور جلال امين، في ناس لسه دكتور سيد جلال امين لسه بيركب تاكسي لسه بيتكلم مع سواق تاكسي. فعشان كده عنده الاحساس العالي ده في الكتابه تحس ان هو متماسك. اساتذه الجامعه قفلوا اكاديميين فالمساله يا جماعه لا في ظواهر محتاجه ان انتوا تشتغلوا، لان معالجه مثلا الدعاره في مصر او معالجه اي قضيه اجتماعيه خطيره جدا عشوائيات ده دوركم انتوا، ده دور الدوله مش دور الدراما. الدراما
دي بكل ده بتعرضها لانها موجوده وممكن تاخد منها وتتعالى عليها وتروح لمرحله تانية خالص. تمام. وحتى بمنطق او منطق تاني خالص والله ما انا بحبش المنطق ده في التقييم. بس ده حتى بالمنطق ده احنا بننتصر لمين؟ احنا بننتصر لمين؟ ما هو سواء يعني هناخد مثال سجن النساء وهناخد مثال سبع وصف. ما هو تحولوا عندي تماثيل وهناك حياتهم متدمر يعني بننتصر للقيم النبيله العداله رغم انا ما بحبش التقييم ده بس ايه اللي حصل يعني لو انت عايز غصب عنك هتنتصر لها عشان ايوه الحقوق الخير الجمال انت عارف انا برد بنفس المنطق لان انت لو انت عايز ده لا يعني سيب الناس دي تشتغل وتعمل شغلها بس انت كمان لازم يكون الاعلام عنده هذا القدر من المسؤوليه بالظبط من الاخر احنا ما فيش اجمل من ان احنا نختم بالكلام بتاعك. ميرسي جدا يا علا شرفتينا وانستينا ويا غاده الف مبروك على المسلسل السنه الجايه مستنيين مسلسل يحلل الطبقه المتوسطه لانها محتاجه هي اندثرت اي نعم او يعني بنتمنى انها ترجع تاني علشان تعدل المجتمع فمستنيين مسلسل ان شاء الله السنه الجايه. استاذ حسان الف مبروك على المسلسل الجميل اللي الناس كلها تابعته بجد وكان مسلسل انا بحب محمد رمضان جدا وبحب الحكايات القريبه من الناس وحضرتك نجحت في ده طبعا. محمد مبروك على المسلسل وعلى الاختلاف وعلى الجرأة وعلى التمرد وعلى التشريح القاسي اللي قال عليه استاذ حسان وفاصل وحنرجع لكم غير المحطة وما تغيرهاش انت حر